نرجع طبعا نتكلم على موضوع السوبر مباراة الاهلي والزمالك، لكن امبارح كنا اكدنا لحضراتكم ان في استعدادات وتواصل كبير جدا من قبل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وايضا وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم بخصوص نقل مباراه الاهلي وصن داونز من استاد السلام لاستاد القاهره. محاولات الحمد لله نجحت، وده تم الاعلان عنه من خلال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وخلاص المباراه باذن الله ما بين الاهلي وصن داونز يوم 29 من الشهر الجاري الساعه 6 مساء على استاد القاهره الدولي، مبدئيا بحضور 30,000. البعض بيتكلم على عدد الجماهير، هيكون ايضا في محاولات لزياده عدد الجماهير. المحاولات صعبه شويه عشان اكون صريح مع حضراتكم، او يعني هيبقى في صعوبه ان العدد يزيد اكتر من كده، لكن في كل الاحوال المحاولات قائمه وان شاء الله يكون عدد اكبر، وخصوصا استاد القاهره لما يبقى استاد بحجم استاد القاهره لازم يبقى عدد الجماهير اكتر من 30,000 عشان حتى الجمهور يعني يساهم بشكل اكبر والعدد يكون افضل في مؤازره النادي الاهلي في مباراه صن داونز. انا عايز